في تلفزيون الحياه، هروح مباشره لاستطلاع اراء بعض جماهير الكره المصريه من مدينه اكتوبر ومراسلنا عماد البطراوي. مساء الخير يا عماد، شكلك زعلان عشان ماتش تونس. مساء الخير يا استاذ معتز. يعني بالفعل كل عشاق الكره المصريه اللي تابعوا مباراه الامس كان عندهم حاله من الاحباط، والشعور الهزيمه كان تقيل علينا، خصوصا ان احنا يعني بقالنا فتره كبيره مستنيين الكره المصريه ترجع زي السنوات اللي فاتت. انا ضيوفي من الشباب اللي حضروا المباراه بالامس، اسمح لي اتجه ليهم واعرف ارائهم في المباراه. اتعرف بيك احمد، قول لي، حضرت الماتش امبارح، كان ايه رد فعلك بعد الهزيمه؟ طبعا زي اي واحد مصري كنت زعلان ومتضايق. في بقى بعض النقط اللي عايز اعلق عليها عن الماتش، بعيدا عن النقط الفنيه اللي لو اتكلمنا عليها طبعا ساعه او ساعتين مش هتخلص. لا، ما احنا عايزين نعرف النقط الفنيه. تفتكر ليه المنتخب امبارح ما كسبش؟ يعني التشكيله، الاخطاء الفنيه اللي فيها، طبعا هتكلم على بعض النقط اللي فيها اللي انا من وجهه نظري شايفها انها غلط. يعني نص الملعب مفيش، اللعيبه مفيش روح تلعب انها مش جايين عايزين يكسبوا، لا جايين يقدوا ان هم خلاص المدير الفني اختارهم في التشكيله وجايين يلعبوا، مش ان هم جايين يكسبوا، مش بيلعبوا بروح الفانيلا بتاع المنتخب، مش زي ما كنا بنشوف قبل كده كان في لعيبه، كان في رجاله في الملعب. طب يعني انت مع رحيل ولا بقاء الجهاز الفني؟ هيقعد يعمل ايه؟ يقعد يعمل ايه يعني؟ خلاص هو كان جاي ان هو المفروض نتاهل كاس امم افريقيا 2015، خلاص انا مش شايف ان هو لا يمشي ونجيب حد بقى، مش هقول فاهم، بس ان هو يقدر ان هو نوصل لمرحله ما وصلناش قبل كده. ده احنا يعني كاس امم افريقيا خدناه ثلاث مرات، وثلاث مرات ورا بعض مش عارفين ندخلها. شكرا يا احمد. هنتقل لراي اخر اتعرف بيه. محمد جمال. محمد، قول لي، كان ايه احساسك بعد المباراه امبارح؟ والله يا حاجه تزعل طبعا. احنا اول مره في التصفيات ما نسجلش هدف على ارضنا، اول مره نخسر برضو على ارضنا في التصفيات، فده طبعا المدرب كان ليه دور في الخساره ديت. احنا روحنا وحضرنا وشجعنا وعملنا زي اي واحد مصري كان نفسنا نكسب، بس برضو كنا رايحين في سنه كده اللي احنا مش هنقدر نكسب. طب انت مع استمرار الجهاز الفني ولا رحيل؟ لا، رحيله طبعا، هو شكله مش قادر يسيطر على الوضع، مش قد الحدث اللي هو فيه، حتى اللعيبه كمان مش محدش حاسس كانتش عاوزه تلعب. يعني مثلا كان عندنا لعيبه يعني العالم كله بيحكي عنهم، دلوقتي مفيش. ايام ابو تريكه وكده، ايام ابو تريكه وعمرو زكي والناس دي كلها، اما دلوقتي مفيش خالص. اللعيبه المفروض في تقنيات اكتر عشان نعرف المرحله اللي جايه ديت مرحله انتقاليه. طبعا احنا كنا فوق، دلوقتي بقينا تحت، ده حال الدنيا طبعا، ولازم ما نزودش في الزعل قوي يعني. شكرا يا محمد. يعني هذه كانت اراء الشباب اللي حضروا المباراه بالامس. استاذ معتز، في مطالبات برحيل الجهاز الفني، وفي امنيات بعوده الكره المصريه للسنين اللي كانت تقريبا من 2006 ل 2010، ده كان من اكتر الاوقات اللي المنتخب فيها كان كويس. دي اراء الشباب ضيوفي في منطقه اكتوبر. طب عماد، قبل ما اسيبك دلوقتي اسالك سؤال مباشر، وعايز تسأل ضيوفك او بسألك انت شخصيا كراجل شاب واكيد عاشق للكورة زينا كلنا، يعني لو مصر صلحت الجمهور وفازت على تونس في تونس بثلاث مرات ورجعت بالفوز الكبير ده، هل ده يشفي غليل الجمهور المصري؟ انا بالنسبة لي يعني على الاقل روحي المعنوية هترتفع، احس ان انا فخور. وممكن اسأل برضو ضيوفي، يعني استاذ معتز بيسأل لو المنتخب كسب في تونس بثلاث نقط ويعني كسبنا مكسب مشرف، هيبقى شعورك ايه؟ اكيد هبقى مبسوط، بس برضو في سنة حزن ومكسورين، ما صعدناش كاس امم افريقيا ثالث مرة ورا بعض، ومن فرق يعني مش شايفهم فرق تقيلة. السنغال مش الفرقة اللي هي يعني تسبب لنا ان احنا ما نصعدش، وكاس امم افريقيا مش كاس عالم يعني، بس هبقى مبسوط. طب محمد، لو كسبنا في تونس؟ طبعا هنبقى مبسوطين، احنا مصريين طبعا، واحنا مع مصر طبعا في الخساره والهزيمه احنا زعلانين على حال المنتخب. هو طبعا لو كسبنا يبقى حاجه تشرفنا طبعا. استاذ معتز، يعني اكيد طبعا المكسب هيكون في سعاده لاي حد مصري، بس يعني ضيوفي زعلانين برضه.
واخد بالي، بشكرهم جدا، تحياتنا ليهم وتحياتي ليك عماد البطراوي مراسلنا من يعني منطقه 6 اكتوبر بيتكلم على الكوره وهموم الكوره وهزيمه مصر من السنغال 1-0 على استاد القاهره. هم دول المصريين صبور، تحس ان المصري صبور حمول يعني رغم كل الحاله المعنويه السيئه اللي احنا عايشينها بسبب يعني ضياع الحلم يعني بشكل او باخر، انما الابتسامة لا تفارق وجوههم، حاجة جميلة جدا. عايزين بقى نستنفر الطاقة الإيجابية.